الذي أقدمه لكم عبر أول قناة إخبارية في الجزائر. قرية هلا ببلدية خيران نموذج للقرى النائية بولاية خنشلة، والتي يفتقر سكانها لأدنى الخدمات خاصة الصحية منها، حيث تحول من عيادة متعددة الخدمات إلى مرحاض عمومي في ظل تقاعس السلطات المحلية. التقرير لعمر عمري ووردة أقشيش. قرية هلا ببلدية خيران 60 كيلومتر جنوب خنشلة نموذج لأشد قرى بلديات الولاية تهميشا وفقرا، نظرا للظروف المزرية التي يعيشها السكان في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال الحضارة وأي صورة من صور التمدن والعيش الكريم. الظروف الصحية نتاع المواطن هنا كامل غلبانة، بالنسبة لكل ماجوريتي مرات تلقاهم بلا طونسيون، تلقاهم ديابيتيك، والحاجه الموتيف كونسلتاسيون اللي عندي هي سلسله ارتروس. غياب شبه كلي للخدمات الصحيه التي تعكس صورتها القاتمه، مشاهد لمقر العياده المؤثره التي تعافها القلوب وتنفر منها النفوس، اين تحولت اجنحتها منذ نحو 30 سنه في ظل لا مبالاه السلطات وتقاعس المسؤولين المحليين الى مرحاض عمومي نظرا لما آل اليه هيكلها. هي وضعية لطالما أرهقت السكان في قطاع حساس يتطلب إمكانيات كبيرة للنهوض به لتبقى الصحة بولاية خنشلة مريضة، فمن سيعالجها؟